محمد حمدان ده قالوا. انا اشتغلت بالذات حملت السلاح مع دكتور جون جارنج دي بابيور، وكان بيمثل رمز للهامش ده كله. وكان احنا لغتنا بنقول ما في هامش. انا افتكر انه السيد الغايد محمد حمدان ده قالوا رمز، بجد انا باكد لك الكلام ده، رمز من رموز النضال، رمز من رموز التحرر العقلي. يعني انت لازم تحرر عقلك، رمز يعتبر من رموز الناس اللي عندهم رؤية للعدالة والمساواة في ظل دولة قنية بالتعدد. فالسيد الغايد احنا دائما بنقول انه ربنا يحفظه بالنسبة للشعب السوداني كله، انه ربنا يحفظه للشعب السوداني كله، ما لجهة ولا لقبيلة. الدعم السريع ما قبيلة، ما رزيقات، ما مسيرية، دعم السريع ده السودان كله، كل أروان الطيف موجودين، انت موجود، جعفر الشايقي موجود، ابو شوتال موجود، كيك الموجود، وهنالك قرفة موجود من جبال النوبة، المساليك موجودين، السلطان بتاعهم موجود. يعني بيمثل السودان كله ده التنوع. يعني الاول، يعني يمكن دكتور جون استطاع انه ما كنا سامعينك، ارجع لنا من حته دكتور جون. انا ما قلت لك دكتور جون استطاع، الدكتور جون استطاع انه يجمع السودانيين، وهو مسيحي، استطاع انه يجمع المسيحي والمسلم، الاسود والابيض، ابو شوتال وياسر عرمان وليد حامد وابن الباقي هجو كده، من الجزيره، من الشمال النيلي، من جبال النوبه، من الوسط. الان القائد العام قوات الدعم السريع استطاع انه يجمع كل قبائل السودان كلها، ودي ما حصلت رغم التناقض بتاعنا الكبير ده والبون الشاسع ده. السيد الغايد قدر يجمعها برؤيته، بفهمه، بمصداقيته. أنا لعلمك أقسم بالذي لا إله غيره، أنا ما لقيت أصدق من السيد الغايد العام لقوات الدعم السريع. الرجل ده صادق ومهموم بقضاء الشعب ده كله، وده اللي ما حاسينه الناس. في من يدعي راعي الغنم، راعي الإبل، غيره وغيره. المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كان راعي، وين المشكلة؟ أبو شوتال مزارع، أنا اللي قدامك ده مزارع. أنا هسه الحرب دي لما تنتهي أنا راجع الزراعة، أنا برجع مشروعي. يعني أنا ما دار السلطة، أنا راجع، لأنه أنا بستمتع بالزراعة. السيد الغايب بيستمتع بالرعي، أنت بتستمتع بالإعلام حقك، أي زول فينا عنده مجاله، لكن